إذا الكلمة للسيد سي بهاء الدين طريبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، دولة الرئيس الدكتور محمد عرب الدخليفة، السادة الوزراء والطاقم المرافق لهم، السيدات زملاء النواب الأفاضل، سورة الإعلام. بداية نتوجه بخالص الشكر وكبير العرفان إلى معالي السيد عبد السلام بشوارب وزير الصناعة والملاجم ومجموع الإطارات والخبراء والعاملين في دائرته الوزارية، ومن خلاله كل مصالح الحكومة والقطاع الأخرى التي ساهمت وتساهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار والتطور الحاصل في البلاد. سيد الرئيس، ملاحظة فقط على جل المهرجان اللي يديرونا فيه هنا كل خطرة، ماذا بينا ناخذ معهم، مش كل خطرة يجي هذا ميسوم يديرنا احنا سبي، هو عنده مشكل شخصي تاعو تاع الوزير تاعو ولا تاع ستاسيون تاعو، يحب يرجعها للسيد الوزير، حاجة شخصية خليها لبرا في القاعدة. الشكر موصول أيضا للزميلات والزملاء أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط الذين عملوا وسهروا على نص المشروع واستعملوا واستمعوا إلى مسؤولي القطاعات الوزارية والخبراء للتمهيد للمناقشة العلنية لمشروع القانون. سيد الرئيس، في كل مرة تتاح لنا نحال اللقاء بمعالي السيد وزير الصناعة والمناجم نشعر بالسعادة والاعتزاز وبالفخر لحكومة تمثلون أحد الأقطاب عملها، لذلك نستسمعكم معالي السيد الوزير مرة أخرى بأن نقدم لكم أسمى آيات التقدير والاحترام على ما تقدمونه من عظيم الجهد وكبير الإنجاز في دائرتكم الوزارية، ومسار التحديث والعصرنة الذي تباشرونه في دائرتكم الوزارية عبر مطابقة التدابير والنصوص القانونية التي تسير قطاعات الصناعة والمناجم، هي في الحقيقة الوجه المضيء للعمل الحكومي الحالي الذي يحدث مع عصرنة القطاع لجعله قيمة مضافة للناتج الوطني. سيد الرئيس، لا أريد التعرض للتفاصيل التي يحملها مشروع قانون التقييس، وأتمنى أن يثمر النقاش العام حوله بإضافات تجمع على ما يخدم القطاع ويطوره لفائدة الصالح العام، ويسمح كذلك بإدخال تغييرات هامة على النصوص التشريعية المطبقة على التقييس، والتي تتضمن في مجملها التدابير المتعلقة بالمواصفات التي تسمح بضمان نوعية المنتجات والخدمات، والهدف منها إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر، وكلها ترمي إلى تحقيق الغاية المنشودة من المنتج الوطني. سيد الرئيس، أن قطاع الصناعة والمناجم يشهد قفزة نوعية ووثبة عالية في مجال خلق الثروة البديلة عن التبعية للمحروقات ومؤثراته المقبلة جميعها في صالح الخزينة العمومية التي ستتدعم بموارد مالية جديدة، ناهيك عن الآلاف من المناصب الشغل التي ستفتح وتخلص الشباب من ربق البطالة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للدولة الجزائرية، كما أن تكييف منظومتنا التشريعية في هذا القطاع مع مستلزمات التطور والعصر والمستجدات في العالم، ويبقى الحدث الأسمى جودة المنتوج والوقاية من كل ما هو رديء ولا يخدم المستهلك. وبالتالي ليس أمامنا إلا أن نشيد بمعالي الوزير في معركته من أجل الإقلاع بماكينة الصناعية الجزائرية، ونؤكد له عزمنا على أننا مستعدون للعمل معه من أجل القفز بجزائرنا إلى مراحل متقدمة بإذن الله والمضي قدما في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية الأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. سيد الرئيس، أن تتبع الخطابات البائدة الملونة بالسواد والتي اعتدنا سماعها من هوات التلوين بالأسود تجنبا دائما الصواب، ولا تقرأ الواقع بل تزرع الشكوك والإحباط والتأييس، ولا تخلق البدائل الحقيقية التي تجنب الوطن العواصف والأزمات. نعم سيد الرئيس، أقولها للجميع، القافلة تسير والخطى ثابتة نحو غد زاهر وواعد بإذن الله، والجزائر تسع الجميع، وإن أهم عنوان المرحلة الجديدة بحلة الدستور الجديد العمل ثم العمل ثم العمل، وشكرا. شكرا لسيدنا.